اليوم بمقر غرفة بأكادير تم انعقاد الدورة الثانية للجمعية العامة لغرفة الفلاحية برسم 2023 اللي عرفت واحد المجموعة ديال النقاط المهمة في جدول الأعمال ديالها اللي فعلا اللي أهم هذه النقاط يعني باختصار واحد تقديم واحد العرض ديال الوكالات الوطنية للمياه والغابات اللي عرضت فيها واحد البرنامج ديالها ديال 5 سنوات المقبلة اللي هو غابات المغرب في إطار البرنامج ديال غابات المغرب. هذا العرض اللي كان يعني عرض قيم واللي طرق فيه السي نائب ديال المدير ديال الجهوي ديال المياه والغابات البرنامج ديالهم في 5 سنوات المقبلة جهويا. كان تجاوب ديال السادة الأعضاء مع هذا العرض وكان واحد المجموعة واحد التفاعل واحد المجموعة ديال الأسئلة اللي الحمد لله تم التوضيح ديالها. العرض الثاني هو تقديم ديال الاستراتيجية ديال الغرفة الفلاحية برسم 2022-2027. هذه الاستراتيجية اللي هي خريطة الطريق واللي هي غادي في واحد المجموعة ديال 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 المحاور المهمة لا التنمية ولا التواصل ولا يعني واحد المجموعة ديال المشاريع اللي الحمد لله الغرفة الفلاحية مع الشركاء ديالها في هذه 5 سنوات إن شاء الله نحاولوا يتم التنزيل ديالها. كذلك كاين واحد العرض ديال المدير المكتب الجوي الصومالي في حول الحد من آثار التساقطات المطرية اللي جاب واحد المجموعة ديال الحلول لصالح الفلاحين أهمها الدعم ديال المنتجين ديال الطماطم والخضار وكذلك الدعم ديال الأسمدة بالنسبة للفلاحة. والحمد لله كاين كذلك واحد التدخل ديال المجموعة ديال المديرين الجهويين خصوصا ديال وكالة الحوض المائي وكالة ديال السوس المأساة وكذلك وكالة الحوض المائي ديال الدرا ودنون واحد المجموعة ديال المتدخلين كذلك بحال لونكا بحال لونصا. يعني كانت الدورة ناجحة بامتياز. كاين تجاوب كاين تفاعل بين الأعضاء وبين السادة المديرين الجهويين الحمد لله كانت الأمور بسلام. اليوم الحمد لله كانت الدورة العادية للغرفة الفلاحية الجهوية السوس المأساة وكانت مناسبة من خلالها قدمنا التنزيل الجهوي للبرنامج الحد من عجز التساقطات المطرية وهي برنامج اللي سيدنا الله ينصر على انطلاقة ديالو اللي عطى أوامر ملكية واللي اليوم احنا بإطار التنزيل الجهوي. فكانت مناسبة باش نذكروا بالإطار العام على الصعيد الوطني واللي تقريبا تكلفة ديال 11 مليار درهم. بطبيعة الحال بالنسبة أهمية ديال منطقة سوس كاين تنزيل جهوي واللي تهم جميع المحاور اللي جات في هذا البرنامج. أولا حماية الانتاج الحيواني ومن هنا كنتكلموا على الشعير المدعم وكنتكلموا على الاعلاف المركبه. اكثر من 582 الف قنطار من الاعلاف المركبه اللي غيستافدوا منها الفلاحه ديالنا مربي الابقار ديالنا. كذلك كحصه اولى 182 الف قنطار بالنسبه للشعير المدعم واللي غتكون 11 شباك اللي عندنا في الجهه واللي غتمكن الفلاح ديالنا باش يستافدوا من الشعير بشروط سهله تسجيل الفلاحي الوطني. وكذلك غتتمكن هذه العملية من دعم المنتوج الحيواني. كذلك الشق الثاني المتعلق بدعم سلاسل الانتاج النباتي وخاصه عمليه مهمه وهي وكتعرفوا ان المنطقه ديالنا منطقه فلاحيه بامتياز الخضروات خاصه والبواكر. فكاين دعم ديال البذور خاصه الطماطم والبصل والبطاطس وهنا كاين بالنسبه للطماطم كاين دعم من اجل انه نوجدوا ان شاء الله الطماطم في الوقت ديالها بكميه مهمه وخاصه باثمنه تكون في المتناول ديال المواطنين. كذلك الجانب المالي وكاين دعم ديال القدره الماليه ديال القرض الفلاحي وكاجمال كاين اكثر من مليار ديال الدرهم اللي عطات القرض الفلاحي باش يواكب الفلاحه ديالنا. دائما حضور متميز جهه سوس المأساة والفلاحه ديالنا كمواكبه ديالنا غتكون تسهيلات بالنسبه للقرض الفلاحي واللي غيدير معاهم على اساس انه ينطلقوا ان شاء الله الموسم الفلاحي في احسن الظروف. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.